هذا وانطلقت أمس منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط لرياضة كرة الماء أمس بإجراء مباريات الجولة الأولى بمشاركة 8 دول مقسمة على مجموعتين. من مياه المسبح الأولمبي التابع لقصر الرياضات حمو بوتليليس بالمدينة الجديدة لوهران، كانت انطلاقة منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها 19. قصر شريط المنافسة كان من نصيب رياضة كرة الماء، التخصص الذي تشارك فيه 8 دول مقسمين على مجموعتين. والله اليوم كرة الماء أول منافسة حقيقة بتواجد أحسن الدول على مستوى البحر الأبيض المتوسط. في يوم أمس كانت في لاريونيون تكنيك، يعني الاجتماع التقني، وين شاهدنا يعني جاهزية كل الوفود ورضاهم بالتأقلم مع المنافسة هنا في وهران وكذا الحفاوات الاستقبال. نظن كل ظروف راهي مهيئة. الفرصة كانت سانحة من أجل اكتشاف الجمهور الحاضر للرياضة، وسانحة كذلك للوفود المشاركة للوقوف على حقيقة تأهب الباهية لإنجاح العرس المتوسطي. أنا جد سعيد، المسبح رائع جدا وأحوال الطقس مناسبة، كل الأجواء ملائمة هنا. وجدت مقارنة بتجاربي السابقة تنظيما رائعا ومحكما، جهد كبير قد بذل على مستوى المنشآت والبنى القاعدية، الشعب هنا فخور باستضافة هذه الألعاب. هو إذا نسيم الألعاب المتوسطية، الحدث الرياضي الذي يبدو أنه يلائم وهران تماما كما تلائمه.